بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين محمد بن عبد الله وآله الطيبين الطاهرين. الأخوة الحضور، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. يسر مركز آدم للدفاع عن الحقوق والحريات أن يعقد اليوم حلقة نقاشية حول حكم الإعدام في السعودية، وهذه الحلقة لها أبعادها القانونية والشرعية وكذلك الدولية، حيث أن الإعدام كعقوبة ترد على بعض الجرائم معروف منذ القدم، وقد عرفت هذه العقوبة كل الأمم السابقة في الحضارة السومرية وكذلك في الحضارة البابلية وغيرها، وحضارة وادي النيل وغيرها، وكذلك عرفته الشرائع السماوية ومنها الشريعة الإسلامية كعقوبة توقع على جرائم محددة، وهي جرائم تدعى جرائم الحدود. وكذلك القوانين الوطنية عرفت هذه العقوبة بإيقاعها على أشد الجرائم وأخطرها على المجتمع وعلى حياة الأفراد أو على أموالهم. وفي السعودية هذه العقوبة أيضا لها وقعها ولها آثارها، حيث أن تقارير المنظمات الحقوقية الدولية تشير إلى أن هنالك أرقام مخيفة لهذه العقوبة في دولة السعودية، وأنها توقع أحيانا على بعض الأشخاص لأبسط الجرائم وأبسط المخالفات، والمبرر في ذلك أنها تخالف الأنظمة المتبعة هناك. وعندما نريد أن نحلل الحكم الذي أوقعته بعض الأوساط القضائية السعودية على الشيخ محمد باقر النمر، نجد أنه قد خالف أبسط مقومات حقوق الإنسان التي وردت في المواثيق والمعاهدات الدولية، وكذلك خالف شرع الله الذي ألزم به السعوديون أنفسهم في النظام الأساسي الذي يمثل دستورهم الصادر عام 92، عندما نصوا في المادة الثانية على أن الشريعة الإسلامية مصدر للتشريع. وعندما نتصفح آيات القرآن الكريم وأدلة الأحكام الشرعية لا نجد نصا ولا نجد حكما يبرر ويبيح إيقاع عقوبة الإعدام لمجرد التعبير عن الرأي أو لمجرد مخالفة النظام الحاكم. وكذلك عندما نتصفح القوانين السعودية، قانون الإجراءات وقانون العقوبات والجرائم، لا نجد نصا أيضا يبرر ويسوغ إيقاع مثل هذه العقوبة الشديدة على الشيخ محمد باقر النمر. لذلك اليوم نستضيف الدكتور خالد الجبوري لكي يسلط الضوء على أهم المخالفات التي استطاع أن يرصدها في هذا الحكم الجائر، ونستمع بعد ذلك إلى مداخلات الأخوة إن شاء الله تعالى. وإلى الدكتور خالد ننقل الكلمة لكي يتفضل بإلقاء ورقته المتعلقة بهذه المخالفات، فليتفضل مشكورا. بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين، وأفضل الصلاة وأزكى التسليم على المبعوث رحمة للعالمين أبي القاسم محمد بن عبد الله وعلى آله الطيبين الطاهرين. ابتداء لا بد لنا من تقديم الشكر الجزيل إلى مركز آدم للدفاع عن الحقوق والحريات لهذه الدعوة الكريمة لأجل المشاركة في هذه الحلقة النقاشية حول أحكام الإعدام في السعودية ومدى مخالفتها للمواثيق والقوانين الدولية، وحكم الإعدام الذي أصدر مؤخرا بحق سماحة الشيخ نمر باقر النمر مثالا. طبعا في الحقيقة يعد هذا الموضوع من المواضيع المهمة والحساسة في الوقت نفسه، وبالتالي يعني عندما نأتي لكي نتحدث عن العقوبات بصورة عامة نجد أن هذه العقوبات على أنواع متعددة، فتارة تكون هذه العقوبات هي عقوبات بدنية، وتارة تكون هذه العقوبات عقوبات سالبة للحرية، وأيضا هنالك عقوبات تسمى بالعقوبات المالية والعقوبات الاجتماعية وما إلى ذلك. أخطر هذه الأنواع هو العقوبة البدنية، والعقوبة البدنية أيضا لها تتفرع إلى عدة أنواع، منها عقوبة الإعدام ومنها عقوبة الجلد وعقوبة القطع وما إلى ذلك. لكنه في القانون الجزائي تعد عقوبة الإعدام هي أخطر وأدسم عقوبة منصوص عليها في الشرائع السماوية وكذلك في القوانين الجزائية الوضعية. في الحقيقة عقوبة الإعدام التي تسمى أيضا البعض يسميها بعقوبة الموت، هذه العقوبة لها أكثر من تعريف، لكنها تتفق هذه التعاريف إلى أنها عقوبة الإعدام المقصود بها إنهاء حياة الشخص المحكوم عليه. البعض يسمي هذه العقوبة أو يعرفها بأنها إزهاق روح المحكوم عليه. نحن لنا أيضا على هذا التعريف الثاني بعض الملاحظات، لأنه الروح تبقى ولا تزهق، وإنما هي إنهاء حياة الشخص الذي يحكم عليه بهذه العقوبة نتيجة لقيامه بأفعال جرمية خطيرة وجسيمة تؤدي إلى إصدار هذا الحكم. عقوبة الإعدام بصورة عامة منذ القدم وحتى الوقت الحاضر كانت ولا زالت وستبقى هي عقوبة مثار للجدل ما بين السياسات التشريعية الجنائية وكذلك ما بين فقهاء القانون الجزائي بصورة عامة. لماذا؟ لأنها هذه العقوبة هنالك أكثر من فريق يؤيد، البعض يؤيد والبعض الآخر ينتقد ويطالب بإلغاء هذه العقوبة. طبعا تحديدا في سنة 1939 يعني بدأت هنالك مطالبات كثيرة من أجل إلغاء هذه العقوبة، وانعكس الحال هذا الأمر على الفقهاء، وبالتالي نجد أن هنالك فريق كما قلنا يؤيد وفريق آخر يعترض على هذه العقوبة، وكل فريق منها من هؤلاء له مبرراته وله حججه التي قام بتقديمها من أجل إبقاء أو إلغاء هذه العقوبة. فعلى سبيل المثال الفريق الأول الذي طالب بإلغاء هذه العقوبة باعتبار أن هذه العقوبة هي عقوبة قاسية تشمئز منها النفوس، إنها عقوبة لا يمكن إصلاح الأخطاء التي ربما ترافق الأخطاء القضائية التي تصدر من قاضي الموضوع، أيضا إنها لا يمكن التدرج فيها في هذه العقوبة. نحن نعلم جيدا والكل يعرف أنه الهدف من العقوبة عندما نصدر أي عقوبة لها وظائف، الوظيفة الأولى للعقوبة هي الردع والوظيفة الثانية هي الإصلاح، فلا يمكن أن نتخلى عن الردع بدون الإصلاح، ولا يمكن أن نتخلى عن الإصلاح بدون الردع، لابد أن يكون هدف العقوبة هو ماذا؟ ردع وإصلاح. الإعدام يقولون أصحاب هذا الفريق أنه ممكن من خلال فرض هذه العقوبة لا يكون هناك أي مجال لإصلاح. لماذا؟ لأنه إنهاء حياة هذا الشخص بالمطلق، وبالتالي سوف تؤثر على وظيفة الردع. الفريق الآخر الذي طالب بإبقاء هذه العقوبة قالوا إنها عقوبة اقتصادية لا تكلف الدولة نفقات اقتصادية في تنفيذها في إصدارها، أيضا هذه العقوبة هي عقوبة ممكن أن تواجه أخطر أنواع الجرائم التي يقوم بارتكابها بعض الأشخاص الذين يستهينون بالقانون الموجود في المجتمع. هنالك الكثير من الجدل الفقهي الذي انعكس على واقع التشريعات الجزائية، وبالتالي نجد بعض الدول قامت بإلغاء هذه العقوبة، لكنه بعد فترة أعيدت هذه العقوبة وبعد فترة أخرى قامت بإلغائها. المثال البارز هو إيطاليا عندما قامت في سنة 1899 بإلغاء هذه العقوبة، وفي سنة 1930 عادت النص على هذه العقوبة، وفي سنة 1947 عادت من جديد إلى إلغاء هذه العقوبة. وأيضا لماذا نذهب إلى إيطاليا؟ لدينا في العراق نحن نعلم، الكل يعلم أن هذه العقوبة قد علقت في سنة 2004 لفترة زمنية محددة، ولكن بعد فترة أعيد العمل بهذه العقوبة بموجب القرار رقم 3 لسنة 2004. نحن نسلط هذه مقدمة لعقوبة الإعدام بصورة عامة، لكنه الأمر المهم الذي انعقدت هذه الحلقة النقاشية هي قضية الشيخ النمر وقضية إصدار حكم الإعدام، وما مدى مخالفة هذا الحكم للمواثيق الدولية وأيضا للدساتير والقوانين الوطنية. طبعا في الحقيقة أنا أعددت هذه الورقة التي أدرجت فيها بعض المخالفات، البعض وليس جميع المخالفات، لأنه للأسف السعودية من خلال ما قرأناه ما تنقله وسائل الإعلام منظمات حقوق الإنسان منظمة العفو الدولية، نجد أن السعودية قد ذهبت مذهب بعيد جدا في فرض هكذا عقوبة. والمثير للاستغراب أنه أغلب هذه العقوبات لا تنفذ بحق المواطنين فقط وإنما بحق الأجانب، لا بل إن هنالك أفعال لا تصل إلى يعني مرحلة يعني تستوجب فرض مثل هكذا عقوبة خطيرة التي هي كما قلت يعني إعدام حياة هذا الشخص، إنهاء حياته. وبالتالي نحن نعرف والكل يعرف أن الحق في الحياة هو أساس الحقوق والحريات الأخرى لدى الشخص. لذلك فإن هذا الحكم الذي قامت السلطات السعودية مؤخرا بإصداره بحق الشيخ نمر باقر النمر فيه مخالفات كثيرة. قبل أن أتطرق إلى هذه المخالفات لابد أن أسلط الضوء على بعض التهم التي وجهت للشيخ النمر. يعني ابتداء هذه التهم يعني بصورة عامة هي تهم أستطيع أن أسميها هي تهم طائفية بامتياز وليست تهم قضائية، والدليل على ذلك ما سوف أطرحه لمسامعكم الكريمة. يعني الدليل البارز، أنا حقيقة عندما اطلعت على نص قرار الحكم الذي هو يعني يتكون تقريبا من 8 إلى 10 صفحات فيه سرد كثير ومطول وإسهاب، محاولة لصق تهم متعددة وليست فيها أي ارتباط بحق سماحة الشيخ نمر باقر النمر. فمثلا يعني من بين التهم التي وجهت لسماحة الشيخ هو الخروج على ولي الأمر، الإفساد في الأرض، استحلال الدماء، إشعال الفتنة الطائفية، حمل السلاح ضد رجال الأمن، التحريض على التظاهر، دعم ثورة البحرين، لاحظوا الطعن في الصحابة، المطالبة بولاية الفقيه، سب رجال الدولة، جلب التدخل الخارجي، الإساءة لسمعة البلاد، الانضمام إلى خلية إرهابية وما إلى ذلك. تهم كثيرة وهذا فيه مخالفة. نحن لدينا في القانون الجزائي لابد أن تكون هنالك تهمة محددة وأيضا واضحة توجه ابتداء من تحريك الدعوة الجزائية وانتهاء إلى إصدار الحكم. هنا يعني تخبط وأيضا يعني مما يثير الاستغراب أن هذه التهم الموجهة للشيخ أنه تستند على ماذا؟ على مجرد تصريحات وخطب. نحن نعرف يعني الكل يعلم أن الشيخ النمر هو إمام جامع وزعيم للطائفة الشيعية، وبالتالي خطب الجمعة تكون عادة تصريحات، تكون عادة مطالبة بالإصلاح، بالحق، بالحرية، بالعدل وما إلى ذلك. وبذلك فإن هذه مجموعة استندت على هذه التصريحات. أيضا بعض ما قدمته النيابة العامة في السعودية إلى أنه يعني هنالك ما يتعلق بالرصاص، إطلاق الرصاص، حمل السلاح، قد كذبته التقارير الطبية التي دلت على أن هذه الرصاصات الأربعة التي وجدت هي في مقدمة يعني من الأمام وليس بداعي يعني هروب الشيخ أو مواجهة الشيخ لقوات الأمن وما إلى ذلك. نأتي الآن إلى مخالفة هذا الحكم للمواثيق الدولية. طبعا حقيقة نحن نعلم أن هنالك يعني ما يسمى بالإعلان العالمي لحقوق الإنسان الذي صدر في سنة 1948. عندما نأتي ونضع هذا الحكم ونرى هل إنه يتناسب، يتوافق، يتلائم مع هذا الإعلان، نجد أنه في مخالفات عديدة، منها أن اعتقال الشيخ النمر يتعارض مع المادة 9 من هذا الإعلان. ماذا نصت المادة 9؟ نصت على أنه لا يجوز اعتقال أي إنسان أو حبسه أو نفيه تعسفا. لاحظوا، تعسفا. كذلك يخالف أحكام المادة 6 من العهد الدولي للحقوق المدنية والسياسية الصادر سنة 1966 التي تنص هذه المادة على أنه لا يجوز في البلدان التي لم تلغى عقوبة الإعدام أن يحكم بهذه العقوبة إلا جزاء على أشد الجرائم خطورة وفقا للتشريع النافذ وقت ارتكاب الجريمة وغير المخالف لأحكام هذا العهد. لاحظوا، إلا جزاء على أشد الجرائم الخطيرة. السؤال هنا، هل أن التعبير عن الرأي هو جريمة خطيرة؟ هل أن المطالبة بالإصلاح هو جريمة خطيرة؟ هل أنه المطالبة بإنصاف الشريحة التي تمثل 20% من المجتمع السعودي، وهي يعني شريحة الشيعة، المطالبة بإنصافهم، عدم التمييز الطائفي، تعد جريمة خطيرة؟ لا أعرف. يعني هذا السؤال أريد إجابة شافية من السلطات التي قامت بإصدار هذا القرار. هذا واحد. أيضا مخالفة الحكم للضمانات. هنالك ضمانات قد أصدرها المجلس الاقتصادي والاجتماعي بقراره رقم 50 لسنة 1984 المؤرخ في 25 آيار 84. شنو هذه الضمانات؟ ما هي هذه الضمانات؟ واحد، لا يجوز أن تفرض عقوبة الإعدام إلا في أخطر الجرائم، على أن يكون مفهومها أو مفهوما أن نطاقها ينبغي أن لا يتعدى الجرائم، لاحظوا إخواني، الجرائم المتعمدة التي تسفر نتائج مميتة أو غير ذلك من النتائج البالغة الخطورة. أين التعمد؟ أين الجريمة؟ ما هو يعني لا أعلم أين ما هي الجريمة التي ارتكبها سماحة الشيخ، وأين التعمد؟ وما هي النتائج المميتة؟ لا توجد، وبالتالي فهنالك مخالف لهذه الضمانات. اثنين، لا يجوز أن تفرض عقوبة الإعدام إلا في حالة جريمة ينص القانون وقت ارتكابها على عقوبة الموت فيها. راح أتي وألاحظ أن النظام الإجراءات السعودي الصادر سنة 1992 أيضا فيه مخالفة هذا الحكم لنصوص بعض المواد التي تضمنها هذا النظام. ثلاثة، لا يجوز فرض عقوبة الإعدام إلا حينما يكون ذنب الشخص المتهم قائما على دليل واضح ومقنع لا يدع مجالا لأي تفسير. أخواني، إحنا عندنا في القانون الجزائي مبدأ لا جريمة ولا عقوبة إلا بنص. قلت قبل قليل أنه لا بد أن تكون التهمة محددة وواضحة. هنا هذا الحكم لم لا نعلم أين هو التهمة الواضحة. هنالك لبس وخلط وتهم عديدة تم إلصاقها بالشيخ. أيضا المخالفة الضمان الأخرى التي نص عليها هذا المجلس، لا يجوز تنفيذ عقوبة الإعدام إلا بموجب حكم نهائي صادر عن محكمة مختصة بعد إجراءات قانونية، لاحظوا هنا، توفر كل الضمانات الممكنة لتأمين محاكم عادلة. وهذا سوف آتي عليه، لأنه هذه الضمانات لم تكن موجودة، بدليل أن محامي الدفاع لم يسمح له بالدخول في في وقت استجواب سماحة الشيخ. كذلك هناك مطالبات، وهذه المطالبات تعد منتجة في الدعوة الجزائية، لم يستجب لها القاضي ولا المحكمة بدليل أنها غير منتجة، وهذا أيضا يؤشر علامة استفهام ل الحكم الذي تم إصداره بحق سماحة الشيخ. حتى قبل أن أنتقل إلى مخالفات القوانين الوطنية، نفترض فرض المحال ليس بمحال، نفترض أن ما قام به الشيخ يشكل جريمة، يشكل فعلا مجرما وهو ليس كذلك، لكن نفترض فرضا أنه، فهنا يعد أو تعد هذه الجريمة جريمة سياسية. والمبدأ المتفق عليه في المواثيق الدولية وفي الدساتير والقوانين أن الجرائم السياسية لا يمكن ماذا تقرير عقوبة الإعدام بحق المجرم السياسي. أنتقل إلى مخالفة الحكم للقوانين الوطنية وعلى عجالة. طبعا المخالفات للقوانين الوطنية كما قلت هو النظام السعودي الصادر 1992. أولا، هنالك مخالفة كبيرة لمبدأ الشرعية، مبدأ لا جريمة ولا عقوبة إلا بنص، لأنه لم تسند للشيخ تهمة محددة تؤسس عليها إجراءات التحقيق والمحاكمة، وبالتالي فإن هذا الحكم يتنافى تنافيا كبيرا مع هذا المبدأ. اثنين، لم تكن الأجهزة الأمنية ولا القضائية السعودية حق الدفاع لسماحة الشيخ، وهذا يتعارض مع المادة 4 من نظام الإجراءات الجزائية السعودي، لأنه كما قلت لم يسمح لمحامي الدفاع بالحضور أثناء الاستجواب. وكذلك عندما تم طلب أنه يتم إحضار رجال الأمن في العوامية الذين قاموا باعتقال الشيخ والاستماع لأقوالهم، أيضا لم تستجب المحكمة لهذا الطلب على اعتبار أنه غير منتج، وهذه أيضا مخالفة لنص المادة 4 من هذا النظام. أيضا مخالفة أخرى، لقد كانت إجراءات المحكمة مشوبة بخلل جوهري وكبير يوجب بطلانها. لماذا؟ لأن الادعاء العام باشر الدعوة الجزائية على شيء وتم إصدار الحكم على شيء آخر. في البدء كان هنالك على اعتبار أن ما قام به الشيخ يشكل جريمة الحرابة، لكنه في الجلسة الأخيرة وعند إصدار هذا الحكم تم إصدار حكم القتل التعزيري، ونحن نعلم أنه التعازير لا تصل إلى هذا الحكم القاسي والشديد، لأنه الإعدام هو يرد على جرائم الحدود القصاص، وبالتالي لا يمكن أن وها لو رأينا جرائم أخرى تكون بعيدة كل البعد مما قام به سماحة الشيخ. أخيرا هو تعارض هذا الحكم مع نص المادة 13 من نظام الإجراءات الجزائية السعودي الذي ينص، ماذا تنص هذه المادة؟ لا يجوز توقيع عقوبة جزائية على أي شخص إلا على أمر محظور ومعاقب عليه شرعا أو نظاما. محظور ومعاقب عليه شرعا أو نظاما. إلا أن ما حصل مع الشيخ النمر على خلاف هذه القاعدة. لماذا؟ لأن الشيخ لم يرتكب فعلا مجرما لا في الشرائع الإلهية ولا في القوانين الوضعية، لأن كل ما صدر عنه هو قوله لكلمة العدل والحق والصلاح والإصلاح. وبالتالي من موقعه هذا كله، من موقعه كزعيم بارز للطائفة الشيعية، وهذا كله أيضا يعني يندرج تحت مفهوم حرية التعبير عن الرأي. وبالتالي فإن هذا الحكم يعني الذي صدر بحق سماحة الشيخ ومخالف مخالفة يعني دستورية وقانونية، وقبل ذلك مخالف للمواثيق الدولية. وأعتذر للإطالة، والحمد لله رب العالمين، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. شكرا، حياكم الله. شكرا جزيلا للدكتور خالد الجبوري على هذه الورقة الغنية بالمعلومات القانونية. والآن نفتح باب النقاش للأخوة الموجودين لكي يطرحوا تساؤلاتهم أو مداخلاتهم حول وملاحظاتهم التي تمكنوا من تسجيلها على حكم الإعدام الخاص بالشيخ النمر. سؤالي للأستاذ الباحث، أن الإعلان العالمي لحقوق الإنسان هو إعلان تقريبا أغلب الدول موقع على هذا الإعلان، وكذلك العهد الدولي للحقوق المدنية والسياسية. هل بالإمكان لأي منظمة أن تقوم بتدويل قضية الشيخ النمر؟ شكرا جزيلا. أنا لا أريد الاشترار في نفس المعلومات التي طرحها الدكتور، معلومات قانونية جدا واضحة وجدا قيمة، لكن أريد أن أعرج على سجل المملكة الحافل بالانتهاكات للحقوق والحريات، وهي من الدول السباقة أو الأكثر في العالم أو متقدمة، يعني من بين الدول المتقدمة في حقل تطبيق جريمة أو حكم الإعدام. حتى طريقة حكم الإعدام في المملكة تختلف عن باقي الدول، ويتم بطريقة بشعة وقاسية جدا. وأعتقد أنه من المصيبة التي تحل على أبناء السعودية، وخاصة أبناء الطائفة الشيعية في المملكة السعودية، هو أنه يتم تصفية كافة الملفات السياسية في الداخل ومع الدول المنافسة في الخارج، يتم تصفيتها على حساب أبناء الطائفة الشيعية في داخل المملكة السعودية. هناك انتقادات كثيرة تم توجيهها لهذا الحكم من قبل منظمات دولية، لكن إلى الآن وهناك مناشدات تم توجيهها إلى العاهل السعودي شخصيا، لكن إلى الآن لم تجد آذانا صاغية. ومن بين هذه المناشدات أعتقد كان مناشدة حول ابن أخي الشيخ من قبل الرئيس الفرنسي، والمنظمات الدولية كثيرة، لكن أعتقد أنه السعودية ماضية في إصرارها على انتهاك هذه الحقوق، ومصرة على أنه لا تراجع في احترام آدمية الإنسان وإعطاء جميع الأشخاص الحق في الدفاع عن أنفسهم أو التعبير عن آرائهم في مملكة أعتقد الاستبداد وصل إلى مراحل كبيرة فيها. وأشكر مرة أخرى الأخ الدكتور على هذه الورقة. أتمنى يعني أنه إحنا يعني تكون عندنا آراء قانونية قيمة وحصيفة اللي حتى يمكن الاستفادة منها في الدفاع عن حقوقنا في كافة دول العالم. يعني نحتاج إلى إحنا حركة حقوقية قانونية للدفاع عن الانتهاكات اللي تعرض لها الشيعة في العالم، خصوصا في العراق وفي السعودية وفي البحرين وفي أفغانستان أخيرا. يعني أفغانستان الشيعة تعرضون لحملات إبادة، فالمفروض احنا يصير عندنا حركة من أهل القانون والخبراء من أجل الدفاع عن هذه الحقوق. وأحد النماذج الأساسية أنه قضية الشيخ سماحة الشيخ النمر في السعودية، هذا الحكم الجائر الذي لا يقبله أي إنسان عاقل. وليس فقط هو الشيخ النمر، وإنما مجموعة من الشباب، أحدهم هو من أقرباء الشيخ النمر، علي النمر اسمه. هذا الإنسان الآن اللي هو في السجن وحكم عليه بالإعدام، قاصر كان حكم عليه وهو قاصر، ثم الآن حكم عليه بالإعدام لأنه تظاهر، خرج وتظاهر وعبر عن رأيه. هذه جريمة رأي بامتياز، جريمة رأي اللي العالم كله لا يقبل هذا الشيء، يعبر عن إشكالية كبيرة يعيشها النظام السعودي، إشكالية في الشرعية. النظام السعودي نظام قام على القمع، القمع اتجاه الآخر، القمع لضرب الآخر، وخصوصا الطائفة الشيعية. الطائفة الشيعية تتعرض باستمرار لحالات القمع وانتهاكات حقوقها، اللي حتى لمجرد أنه شخص قام بالأذان والشهادة الثالثة أعدم في السعودية قبل سنوات لأنه قام بالشهادة الثالثة. وهذه من أبسط الحريات اللي يستطيع أي إنسان في أي دولة بالعالم يتمتع به، الحرية الدينية. فلاحظ أنه كيف يستخدم النظام السعودي أسلوب القمع والترهيب من أجل إبقاء يعني السلطات السياسية وسيطرتها على النظام. فأتصور احنا نحتاج إلى مجموعة من النقاط الأساسية للوقوف أمام هذه الجرائم. أولاً أنه لابد من تحميل الغرب المسؤولية، جزء من المسؤولية الكبيرة في هذه أحكام الإعدام. الغرب يتحمل هذه المسؤولية، أوروبا والولايات المتحدة الأمريكية، لأنهم حلفاء لهذا النظام ويقومون بتسليح هذا النظام بعشرات المليارات من الدولارات سنويا، وهناك صفقات، فيتحمل الغرب مسؤولية كبيرة في أحكام الإعدام هذه. فلا بد أن يتحمل الغرب هذه المسؤولية ويقف أمام أحكام هذه الإعدام، ولا هو سوف يكون شريكا في هذه الجريمة وفي سفك الدماء. هذه أولا. لا بد لنا من أخوة كخبراء قانونيين يعني أنه يتحركون، وإذا كانت هذا كما قال الدكتور خالد أنه هذه جريمة، يعني هذه الجريمة جريمة الحكم الإعدام ليس لها أي مبرر لا شرعي لا قانوني لا دولي، فإذا لابد من الحكم اعتبارها هذه مخالفة وجريمة، ومن ثم نقل هذه القضية إلى المحاكم الدولية. يعني يقوم مجموعة من القانونيين يقومون بنقل هذه وتقديم شكوى ضد أحكام الإعدام هذه. وكما قال الدكتور خالد تعليقا على كلامه في قضية أنه هذه جريمة طائفية، لابد من اعتبار أنه هذه جريمة إبادة، لأنها موجهة ضد أقلية لا تملك الحول والقوة، ضد تحت سيطرة نظام قمعي، فاعتبارها جريمة إبادة، ومن ثم حال جرائم الإبادة اللي أنا موجودة في دول العالم لابد من مقاطعة النظام السعودي ومحاكمته على جرائم الإبادة هذه. فإحنا نحتاج إلى أنه واقعا نتحرك من الناحية الحقوقية والقانونية من أجل الدفاع عن كل مظلوم في العالم، كل مظلوم في العالم، وخصوصا المظلومين الشيعة اللي يتعرضون باستمرار إلى القمع والانتهاك. مع جزيل الشكر للدكتور خالد ولمركز آدم. حقيقة أعتقد أخطر وأكبر تهديد تواجه حقوق الإنسان في دول الشرق أوسطية أو العربية بالخصوص هو وجود الفساد السياسي. الفساد السياسي لا يترك القضاء يتحرك بمهنية أو بسلاسة أو بحرية أبدا. القضاء هو عبارة عن تابع أو سلطة راكعة للمنظومة السياسية، يتحرك ويتنفس أنفاسها، بماذا ترى بماذا تأمر هو يكون تابع لها. قد توجد شخصيات جيدة في ضمن هذا القضاء، لكن أنا أتحدث عن السياسة العامة للقضاء. لذلك قد يصبح في هذه الدول المجرم بريئا والبريء مجرما حسب مزاجية الحاكم السياسي. القاضي والقضاء لا يخرج عن هذا الجو. فأكبر مصيبة تواجه الشعوب في هذه الحالة أنه الفساد السياسي المسيطر على جميع المنظومة. لا توجد استقلالية للقضاء، لا يوجد فصل للسلطات. حتى بالدول التي تتحدث عن الحرية هنالك مشكلة كبيرة في هذه الدول. ما زالت العقلية التبعية والعقلية الفكرية المنظومة القائد ضرورة مسيطرة على الجميع أو الملك، وهذه كارثة تحل بالشعوب. نحن نتحدث الآن عن شخص يتبع إلى طائفة شيعية، لكن لا نعلم كم من باقي الطوائف في السعودية قد يعني حدث لها حالات بالآلاف، قد لا تعد الأحصاء، لأن الذي يظلم شخصا من هذه الطائفة لن يتوقف عن ظلم الباقين. وأعتقد أنه نظام صدام حسين قد شاهدناه، ظلم السني والشيعي، نعم كانت ظلمته للشيعة أكثر كون أن الشيعة متصدين لحكمه غير متماشين مع مزاجه، وكانت الطوائف الأخرى أقل معارضة له أو شبه معدم المعارضة. أما أنه في حال وجود معارضة أو رفض له يكون الظلم له متساويا في الجميع، هذا واحد. الشيء الثاني، أغلب تلك الدول لا تعيش حالة سياسية هادئة، وإنما هي حالة طوارئ، يعني حتى وإن كانت غير معلنة، لأن الحكومات أو الوضع السياسي الذي أتى إليها لم يأتي ضمن رحم الشرعية الشعبية، وإنما أما بانقلاب أو بفرض حكومة من الخارج بطريقة أو بأخرى. وحتى بعض الانتخابات التي حدثت هي حدثت بشكل صوري، وبالنتيجة وصلنا إلى مرحلة أنه الوضع فيها طوارئ. حكم الطوارئ الجميع يعرف، وأنتم سارت في هذا الجانب، أنه يتيح لرجال الأمن ورجال القضاء ما لا يتيح لغيرهم من السلطات، ويكون صوت الإنسانية وصوت حقوق الإنسان شبه معدوم في هذا الجانب. حتى لا نطيل في توصيف الحالة وتشخيصها، أعتقد أننا نعاني من مشكلة، وهي غياب وجود القنوات بين المنظمات المحلية في هذه الدول وبين المحاكم الدولية. هنالك ضعف في هذه القنوات، لم نحرز تقدما في هذا الشيء. أقليات في دول أخرى أحرزت يعني تقدم في هذا الجانب، ولديها ملفات عند المحاكم الدولية واستطاعت أن تجلب المتهمين والمجرمين، إلا أن هذه الدول فيها الكثير من الطوائف التي تعتبر أغلبية. لم نستطع أن نحرك قضية سبايكر في العراق، نتحدث عن الشيخ النمر، الرجل الآن قد تكون أقلية، لم نتحدث عن لم نصل إن جريمة سبايكر، جريمة الصقلاوية، لم نستطع. جزاك الله خير. كثير من الجرائم لم نستطع أن نوصل ورقتها إلى المحاكم الدولية. اليوم لا نتحدث عن إعدام شخص ساهم في جريمة سبايكر، هنالك إذلال لطائفة حاول البعض تشويهها بطريقة القتل وبطريقة قيادة هؤلاء الأشخاص. أعتقد أننا لدينا مشكلة في هذه النقطة، علينا أن نشخص أيضا الخلل في أنفسنا حتى نتحدث عن مقترحات وعن خطوات عملية في هذا الجانب. الآن نفسح المجال إلى السيد الباحث لكي يجيب على التساؤلات التي طرحها السادة المتداخلين. شكرا جزيلا دكتور. طبعا حقيقة كل المداخلات التي أدلى بها الأخوة الكرام هي مداخلات قيمة، وحقيقة البعض الكثير منها نعاني يشكل مشكلة، لابد لكل واحد منا أن يأخذ دوره في معالجة هذه المشاكل. بالنسبة لما تفضل به أستاذ جاسم ما يتعلق بالإعلان العالمي لحقوق الإنسان، طبعا يمكن تدويل، لكن هذا يحتاج إلى نشاط، يحتاج إلى فاعلية. والدليل على ذلك أن يمكن سمعتم المطالبة التي قام بها الأمين العام للأمم المتحدة بان كي مون لعدم يعني تنفيذ هذه العقوبة، أما بإصدار عفو ملكي أو تعليقها أو يعني تخفيف الحكم وما إلى ذلك. كذلك ما قامت به لمرات عديدة منظمة العفو الدولية، لأن الأرقام الهائلة المخيفة التي أقبلت عليها السعودية تشكل حقيقة يعني جانب مظلم من جانب حقوق الإنسان، وبالتالي يمكن يعني القيام بتدويل هذه القضية من قبل منظمات حقوق الإنسان. أيضا ما أبدأ به أستاذ أبو إسلام، يعني كل يعني أنا أتفق معاك حقيقة يعني في كل ما يتعلق ب يعني يعني السعودية بصورة عامة إخوان، يعني إحنا نعرف يمكن متفقين على أنها كما تسمى بها بمملكة الشر يعني أصلا، وبالتالي الواقع يدل دلالة كبيرة على أن هذه المملكة متورطة في دماء الأبرياء، ليس في السعودية فقط فحسب، وإنما في العراق وفي سوريا وفي لبنان وفي بحرين وما إلى ذلك، وخصوصا الطائفة الشيعية. وبالتالي لابد من وقفه لمواجهة يعني هذه المملكة. أيضا ما تفضل به السيد جاسم ما يتعلق سبب التأخير، تعرف يعني التأخير، احنا الدعوة الجزائية تأخذ وقت يعني، لأنه تعرف يعني هي الصور من 2011 أو 12 هي تقريبا تموز تم اعتقال الشيخ يعني 8 تموز ولحد 2000، تعرف يعني تأخذ إجراءات، لأنه كل دعوة جزائية فهذا فشيء طبيعي يعني. دور المنظمات الدولية يعني حقيقة المنظمة احنا نعرف احنا لدينا في القانون الجزائي مبدأ يسمى مبدأ الإقليمية، وبالتالي هي الدولة مختصة بمحاكمة الأشخاص الذين على إقليمها، لكنه أكو مطالبات إنسانية، لأنه كما أشار سماحة الشيخ أكو عندنا يعني جرائم ضد الإنسانية، ممكن إدراج بالإضافة إلى ما تفضل به سماحة الشيخ، يعني الإبادة الجماعية أيضا ممكن يعني ينطبق على يعني، لذلك يعني ليس فقط منظمات الدول وإنما كل الأفراد لابد أن يأخذ دوره في يعني رفع هذا الظلم والمطالبة بحقوق الإنسان في السعودية. أيضا ما تفضل به سماحة الشيخ، نعم أنا أتفق معك، نحتاج إلى حركة حقوقية من أهل القانون، وليس فقط أهل القانون وإنما كل إنسان، نحن أينما نجد مظلوم الواجب الشرعي والأخلاقي والقانوني يحتم علينا أن ننصر المظلوم أينما كان، وبالتالي انطلاقا من سيد الشهداء وبالأحرى الإمام الحسين يعني نصرة لكل مظلوم. أنا حقيقة عندما قرأت نص الحكم عندما طولب سماحة الشيخ قال له هل يعني أعطي البيعة ليسموه بولي الأمر حاكم، يعني حاكم أمر المسلمين كما يسموه، فأجابهم أنه لا بيعة في عنقي، البيعة لله ولرسوله ولأهل البيت عليهم السلام. وبالتالي هذا حقيقة يعني استذكرت موقف الإمام الحسين عليه السلام عندما طولب بالبيعة ليزيد فقال مثلي لا يبايع مثله، أبايع هذا الشخص الذي شارب الخمرة لكم الله. فحقيقة الموقف يعني هذا الشخص إنسان مظلوم، وبالتالي لابد علينا جميعا ولا تستوجب. نعم احنا ذكرنا لأنه هو يعني عقيدة، يعني أنا عقيدتي أنا أعتقد بهذا الشيء ما تجبرني، وليس لك أن تعتقد. جرائم رأي، أحسنت، نعم، فمخالف، وبالتالي لابد من وقفه. أيضا ما أيضا أبدأ به الأستاذ عدنان الوجود فساد السياسي، طبعا يعني بدليل أن هذا القرار هو قرار سياسي بغطاء قضائي، وهذه مشكلة في كل الدول. أخواني احنا نعلم القضاء هو صمام الأمان، وبالتالي إذا لم يكن هنالك استقلال للقضاء في كل دولة من الدول، وبالتالي لا نأمن لا على حقوقنا ولا على حرياتنا ولا على أنفسنا من هذا القضاء المسيس الذي يكون في أغلب الأحوال. شكرا جزيلا، شكرا جزيلا دكتور. نعم، شكرا جزيلا للدكتور خالد، وشكرا للسادة المتداخلين. أستطيع أن أقول في الختام أنه هذا الحكم الجائر المخالف لشرع الله عز وجل ومخالف للشرائع الدولية والشرائع الوطنية، نستطيع نحن كمنظمات مجتمع مدني، كمجتمع مثقف، كمجتمع عراقي، كمجتمع مطالب بحقوق الإنسان عموما، أن نقف في وجهه بعدة طرق وعدة أساليب، من أهمها أنه نكثف من هذه الندوات ومن هذه اللقاءات التي تسلط الضوء على جوانب قانونية، جوانب سياسية، تحليل لهذا الحكم لكي نصل إلى نقاط ضعفه وفضح ما تكتم عليه النظام السعودي، وحاول جاهدا أنه يلصق تهم مختلفة بالشيخ دون أن يوفق في أن يثبت واحدة من هذه التهم لكي تبرر قتل هذا الإنسان البريء. كذلك نحن نحتاج إلى حملة على المستوى العالمي لكي نتحرك ونحرك المجتمع الدولي ليضغط على النظام السعودي، وعندنا أكثر من وسيلة وأكثر من أسلوب في ذلك. على سبيل المثال لا بد من الحركة القوية والسريعة على المجتمع الأوروبي تحديدا، لأن هنالك ضمانات كثيرة لحقوق الإنسان، وهناك محكمة أوروبية لحقوق الإنسان، ممكن أنه فريق من المحامين يذهب إلى هنالك ويقيم دعوة. نعم هي ليست دولة عضوا في الاتحاد الأوروبي، والاتحاد الأوروبي خاص بالدول الأوروبية، لكن هذه المحكمة الأوروبية تسمع كل دعاوى حقوق الإنسان وتصدر أحيانا توصياتها التي هي أحكام، لكن أحكام ليست ملزمة لأن هذه الدولة ليست عضوا في الاتحاد الأوروبي. فهذا الحكم نستطيع أن نحصل عليه ونستصدره من المحكمة، ويكون دليل على براءة الشيخ النمر، وكذلك مطالبة، وكذلك وسيلة للضغط على الحكومات الأوروبية حتى تسلط هي بدورها على خدمها الموجودين كحكام في السعودية لكي يبطلوا مثل هذا القرار الباطل. كذلك عندنا الأمم المتحدة والضغط، كل الضغط على أجهزة الأمم المتحدة وبالتحديد على مجلس الأمن لاستصدار قرار دولي لحماية الفئة المظلومة في السعودية المتمثلة بالطائفة الشيعية، وهذا ليس بعزيز أن تم التحرك عليه بشكل إيجابي وبشكل منظم وبشكل منسق، وشكل يعني مطالبات إلى الحكومة العراقية، إلى الحكومات التي المنصفة التي ممكن أن تتحرك إلى جانبنا في هذا الجانب، وكي نحمي هذا المجتمع ونحمي هذا الشخص بالتحديد. كذلك هنالك لو رجعنا إلى العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية لعام 1966 فيه لجنة لرعاية وحماية حقوق الإنسان، وهذه اللجنة تتلقى الشكاوى من جميع المواطنين من جميع الناس في جميع شتى دول العالم وتقوم بالتحقق وتصدر توصياتها التي هي أيضا غير ملزمة إلى المجلس الاقتصادي والاجتماعي في الأمم المتحدة، ومنه ربما يجد طريقه إلى مجلس الأمن، وهذه أيضا إحدى الوسائل التي ممكن أن نصل بها إلى حماية الشيخ النمر. وكذلك هنالك أيضا المحاكم الأوروبية الدولية التي ممكن أن نصل من خلالها إلى استصدار حكم، باعتبار أن مثل ما تفضل جناب الشيخ أن هذه الجريمة تعد جريمة جزء من إبادة طائفة وجزء من إبادة مكون من مكونات المجتمع السعودي، وأنها تفرض بلا مبررات ولا مسوغات شرعية. في ختام هذه الحلقة لا يسعنا كمركز آدم إلا أنه نشكر حضوركم وحسن استماعكم وما أبديتموه من ملاحظات سديدة، آملين اللقاء بكم في حلقات قادمة إن شاء الله وفي مناسبات متكررة إن شاء الله. شكرا جزيلا لكم جميعا.